السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. تعزيز الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خطوة عملت عليها الحكومة منذ بداية استلامها المهام، حيث عملت على عدة إجراءات وخطوات من استبدال وإعفاء في البنك المركزي والمصرف العراقي من أجل الحد من التلاعب بالعملة المحلية، حيث التعامل بالدينار بدلا من العملات الأجنبية يعزز سيادة الدولة واقتصادها ويسيطر على سطوة الدولار. فهذه الحملة الواسعة تهدف إلى حماية الدينار. بالمقابل أشار المراقبون إلى جدية عمل الحكومة وحرصها على إعادة ضبط وتوازن الاقتصاد المحلي من خلال ارتفاع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. أما في ملفنا الأول فراح نتابع بعد أن وصلت الموازنة الثلاثية إلى عتبة المرحلة الأخيرة ولم يتبقى سوى التصويت على بنودها داخل القبة التشريعية، بعثرت أوراق الاتفاق السياسي قشة النجاة اللي كان يعول عليها في تجاوز التفاصيل، استحقاقات الإقليم السطر الأخير اللي لم يجف حبره وهدد فرص الذهاب جمعا نحو استكمال متعلقات الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد. وحسب مؤشرات حالة التباعد اللي تكشفها التصريحات النارية لأحزاب كردستان وغيرها من الأحزاب ضد التعديلات، فإن الوصول الآمن لبيت التشريع لم يعد ممكنا إلا بحالة واحدة، وهو التمسك بخيط الائتلاف الحاكم كطريقة جبر للكسر الأعظم. هذين الملفين مشاهدين أحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيوفي الأكارم الأستاذ محمد الشبكي النائب السابق عضو اللجنة المالية النيابية، حياك الله أستاذ محمد. أبدأ مع حضرتك قبل أن أرحب بالدكتور محمد عنوز. الإقرار لا قرار رديف لأربيل لغاية الآن سوى تعديل المواد اللي دخلت على مسودة الموازنة الثلاثية مؤخرا، فهي تراها قرارات تمس بنية الإقليم، كيف تنظر إلى هذا التوزيع؟ تحية طيبة لك ولكل ضيوفك الأكارم مشاهدي قناتكم المقرة. أعتقد حان الوقت حتى نتحدث ونفكك الأزمة. أنت تحدثت جنابك وموقف أربيل، لذلك موقف سليماني ليس موقف أربيل. الآن اللي يحدث أنه داخل اللجنة المالية والوفد الكردي كان هناك انشقاق بين في التحالف الكردستاني، يعني بين اليكتي وبين البارتي، هناك تباين في وجهات النظر، هناك بعض الفقرات اراد الاتحاد الوطني اضافتها، لكن البارتي الكردستاني كان بالضبط من هذا الموضوع، وهذا اللي اجج الصراع بصراحه، وصول الى مواد اخرى داخل ايضا في الموازنه، منها قضيه الموازنه الاقليم تقسيم 4 ام تقسيم 3، يعني حلبشو سليماني للاتحاد الوطني واربيل دهوك للبارتي، هذا ايضا جوهر الخلاف. انا اعتقد جوهر الخلاف حول المواضيع الكردي هو خلاف داخلي اولا، بعد ذلك هناك خلاف داخل يعني خارجي او خلاف مع الاطار التنسيق بين قوسين، لانه جل المواد هي كان ضمن لربما يعني طبخت بسرعه بسبب يعني عمليه الاسراع في تشكيل الحكومه، واراد لربما الاطار او الكتل السياسيه مجتمعه ان يمضوا بالاتفاق السياسي حتى لو كان هناك ملاحظات، وفيما يتم يعني فيما بعد يتم معالجته. لذلك وقعنا في المشكله الان عندما هناك مواد داخل الموازنه الماده 13 وماده 14 تخالف الدستور وقانون الإدارة المالية مخالفة صريحة واضحة، وعلى لذلك ارتأت اللجنة المالية أن تكون يكون لديها قرارات وموقف واضح
بالرغم من انه البعض نادى ان هذا الموضوع هو اتفاق سياسي ويفترض ان يحترم الاتفاق السياسي ويمضي الشركاء السياسيين، لكن هي مواد حقيقة تخالف الدستور وقانون الإدارة المالية ويجب ان لم تمضي الا بعد ان يتم تعديلها وتجذيبها بما يحقق المصلحة العامة لكل العراقيين. خلينا نحتكم الى القانون، وفي هالاثناء ارحب بالدكتور محمد عنوز رئيس اللجنة القانونية النيابية، حياكم الله سيادة النائب. نتحدث عن مقترحات الإقليم حول تسليم النفط ووضع الأموال في حساب معين، لماذا رفضتها اللجنة المالية بالأغلبية؟ يعني سر هذا الهاجز حسب وجهة نظرك. شكرا بالبداية على الاستضافة وتحياتي لكم وللضيف الكريم، حياكم الله. وبالنسبة للصفة بأني أصبحت عضوا في اللجنة القانونية بعد أن تمكن ائتلاف إدارة الدولة لأخذ كل اللجان بالتوازن بما بين أطرافه، بين السيادة والمكون الكردي والإطار. على كل حال، بالنسبة لموضوع النفط وموقف الإقليم، أمر ليس جديدا وليس غريبا في نفس الوقت، وإنما هذه واحدة من علل العملية السياسية أن لا تعالج المشاكل والمعضلات بشكل جذري وحقيقي لكي يستتب الأمر ويستقر البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وهذه واحدة من الأمور، عملية تسليم منتجات النفط، سيما والدستور يتحدث عن أنها ملك الشعب العراقي، ولكن للأسف الشديد هذه كلمة حاليا بالنسبة لآبار النفط حدث لنا إشكالية كبيرة لحد هذا اليوم في التفسيرات، ماذا يسلم وكم يسلم وأين يسلم، حتى وصلنا إلى الاختلاف أن يسلم في حساب خاص في داخل إقليم كردستان وتشرف عليه حكومة الإقليم، أم في البنك المركزي والحكومة الاتحادية للتشرف. وهذه يعني بتقديري واحدة من الإشكاليات التي يجب أن تعالج بشكل نهائي، أما أن نكون بلدا واحدا وشعبا واحدا وبالتالي نحترم كل المكونات وحقوق هذه المكونات وأن يتطور البلد تطورا متناسبا في كل محافظاته، لأن المواطن العراقي أن كان كرديا أو عربيا أو تركمانيا أو من أي طائفة دينية أخرى عليه أن يحصل على حقوقه ويؤدي واجباته بشكل طبيعي مع احترام هذه المكونات من النواحي المتعددة التي حددها الدستور في هذه القضية أو تلك. وبالتالي الآن أنه موضوعة 400,000 برميل يوميا، متى تسلم، من أين نبدأ، هذه القضية أنا بتقديري إشكالية جاءت بها ائتلاف إدارة الدولة، لأنه هذا الائتلاف هو الذي يشكل الأغلبية داخل مجلس النواب، والحكومة شكلت من أطراف هذا الائتلاف. فبالتالي ماذا حدا مما بدأ حكومة ائتلاف إدارة الدولة تختلف في داخل مجلس النواب، ولذلك عبرت عنها بأنه حكومة ائتلاف إدارة الدولة ولكن موازنة اختلاف إدارة الدولة. فعلى ماذا اختلفتم والحكومة بأيديكم وأنتم تشكلون قراراتها وكل الاتجاهات الجانب التنفيذية، وإذا أردتم تشريعا حقيقيا أيضا تتفقوا عليه وتصلون إليه لكي يكون المجتمع العراقي مستقرا دون أن نفتعل أزمة هنا وأزمة هناك، سيما وليست هي هذه المرة الأولى، وإنما لازلنا سنويا في مع كل موازنة نتوقف عند هذا الحد. يا أيها السادة، أخاطب الائتلاف إدارة الدولة جميعا، أيها الأخوان، هذه ثروة وطن، هذه ثروة شعب، يجب أن تقسم بشكل عادل ومنصف، لأن هنالك بعض المناطق المحرومة، وهناك مناطق تتعرضت إلى داعش، وهناك مناطق تعاني من بيئة غير صحية بسبب المنتجات النفطية أو الغاز أو إلى آخره. طيب، فيجب أن لا نترك منطقة على حساب منطقة أخرى. الائتلاف يفترض أن يضع برنامجا حقيقيا حكوميا وبالتالي برنامجا تشريعيا كي يستقر البلد ويخرج من أزمات التي استمرت خلال عقدين. طيب، ليس فقط على هذا الصعيد وإنما على صعيد آخر يتعلق بحقوق واجبات ومشاركة في إدارة البلاد وقضية الدرجات الخاصة وكثير الأمور. نبقى في موضوع ائتلاف إدارة الدولة اللي أثرت حضرتك، خلينا ننتقل للأستاذ محمد الشبكي. يتحدث السيد النائب عن أن هنالك تعويل كبير كان على ائتلاف إدارة الدولة
في التخفيف من وقع الاهتزازات السياسية، لكن مع أول مطب وهي الموازنة أصبح هنالك تباعد غير قليل، خلافات حدثت، هل أن حضرتك تراها طبيعية أم أنها تنبئ عن مؤشرات تفكك؟ لا بالفعل هي طبيعية، وكنا نتأمل يعني خلال المفاوضات اللي جرت منذ يعني قبيل تشكيل الحكومة وقبيل أساسا تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، كان هناك أمل أن يكون هناك سياسة واضحة المعالم لمرحلة قادمة يضع على يعني هناك يكون اتفاق سياسي لأجل أن يكون اتفاق حول السياسة النفطية بين الإقليم والمركز، سياسة واضحة واستراتيجية لخمس سنوات قادمة، او على الاقل الاتفاق السياسي بين المركز والاقليم ايضا يكون لمرحله، ولا ناتي في كل سنه ويعني نستغرق من شهرين الى ثلاثه بسبب ورود ماده او مادتين في الموازنه، وبالتالي كل الشعب العراقي الان ينتظر الموازنه، وبسبب المادتين 13 و14 اللي اصلا كان في ماده 11 في 2021، وبسبب هذا الشيء هناك الان حدث مشكله. انا اعتقد الموضوع الهم في كل هذا اللي يحدث الآن هو عامل ثقة، يعني هناك مشكلة، هل إنه ما هو الضمان إن كل الواردات اللي سوف تباع من النفط اللي يستولي عليه إقليم كردستان، ما هي الضمان إنه ترد إلى موازنة الحكومة الاتحادية، وما هي الضمانات عن التزام إقليم كردستان بهذه البنود؟ يعني رأينا من 2004 وإلى الآن كل يعني هاي المادة اللي موجودة 13-14 وردت في من موازنة 2017 وليلة نفس المادة تتكرر، وفي كل سنة نجدد بعض الالتزامات وبعض المخاوف، هل سوف تلتزم حكومة الإقليم أم لا تلتزم. إذا نأتي إلى بنود المادة 13، يعني في 21 كان الإقليم على الإقليم أن يسدد 40-60 ألف برميل، الآن اللي صار أنه يلتزم بدفع 400 ألف برميل، والالتزام الثاني هو ايضا تسليم الايرادات غير النفطيه. كان اربع التزامات وتسويتين اثنتين وردتها في يعني ماده 11 في موازنه 2021، لكن في موازنه 23 الاخوه الكرد طلبوا بحذف التزامين مهمين اللي هم الان يعني يتحدثون بانه قطع العناق ولا قطع الارزاق. الالتزام الثالث اللي ورد بعد الالتزام الاول اللي هو تسويه الديون أو المستحقات المالية بين المركز والإقليم من 2040 إلى 2022، والالتزام الثاني أيضا تسوية الدين والتي بي آي والمصارف الأخرى. الالتزام الثالث والالتزام المهم والرابع، الالتزام الثالث إنه اللي كان في موازنة 21 اللي تم إلغاء في هذه المادة، تلتزم حكومة إقليم كردستان بتقديم جدول القوى العاملة عسكري مدني في موعد أقصى حدود 30/6/21، هذا في موازنة 21، الآن تم إلغاء هذا الموضوع. الالتزام الرابع هو تلتزم حكومة إقليم كردستان بعدم صرف أي وحدة إنفاق ما لم تسدد أو ما لم تصرف. طيب ما هذا المادة كان يعني في جانبكم، وعندما يتحدث الأخوة الكرد سياسيهم أو نوابهم يتحدثون إنه بغداد قطعت رواتب الموظفين وكذا وكذا، لكن بالعكس الإطار أو اللي الشعب بصورة عامة خلي يتحدث بهذا أو إدارة الدولة أو ائتلاف إدارة الدولة كان يردون، ولهذا اللي حدث الآن هو حول المبلغ الادخار الإجباري 10% اللي خلى أو طالب به الاتحاد الوطني. طيب ما هاي الالتزامات كانت موجودة، وهي يعني هاي الالتزامات الاثنين اللي وردناها. الآن أكو أيضا فقرة أخرى إنه إذا كان هناك مشكلة، طبعا احنا نتحدث عن ايضا شيء بشيء يذكر انه قرار المحكمه الاتحاديه امس اللي كان واضح، لذلك مثل ما اشار الى بعض الاخوه انه الان حكومه اقليم كردستان فاقده الشرعيه والقانونيه، ولا يجوز تسليمها دينار واحد من الموازنه الاتحاديه الا بعد ان تتشكل حكومه. على هذا الاساس كان هناك مطالبه حتى يعني نفرز قضيه الموظفين، يتم ربط موظفي الاقليم بوزاره الماليه الاتحاديه. هذه الخلافات كلها يعني سياده النائب، لما تكون هكذا خلافات حول الخارطة السياسية نتيجة اختلافات اقتصادية، هل ستعيد هذه الأزمة، راح تعيد الموازنة إلى خارطة هذه التوافقات إذا ما بقي المشهد بهذه الصلابة؟ دكتور محمد عنوز. نعم السيد الكريم، هذا بالنسبة للعلاقة بين المركز والإقليم كما ذكرت قبل قليل هي ليست جديدة، وأنا أعتبرها قضية بنيوية وناحية
عمليا لم تكن العلاقة يعني منسجمة مع فقه القانون الذي يتعلق بشكل الدولة الفيدرالي، ولا تتعلق في قضية التجربة العراقية. يجب أن تكون هنالك تدرج في الانتقال من شكل الدولة البسيط إلى شكل الدولة الفيدرالي، ولذلك تجد هناك كثير من الهياكل والقرارات والإجراءات وكأننا لا نعيش في دولة ذات سيادة واحدة، ولدينا اختلاف في السيادة الداخلية في تمايز بين تطبيق هذا القانون أو ذاك، ولكن حتى على الصعيد الخارجي وأيضا عدم الالتزام بمحتوى الدستور في قضية تحديد ماذا للإقليم وماذا للمركز وكيف تتشكل هذه الدولة. ولذلك من تجر الحديث عن أي مفصل من هذه المفاصل تخلق الأزمة، تثار الأزمة، ولكن لا تحل وتؤجل وتتراكم الأزمات. ولحد اليوم الآن أنت ذكرت هنالك أزمة اقتصادية، هنالك أزمة قانونية، هنالك أزمة تتعلق بالنظام الانتخابي، هنالك فهذه كلها تراكمات سابقة لأنه لم يجري الالتفات بأننا نعيش في داخل دولة واحدة، ولكن الشكل هذه الدولة هو الفيدرالية، وبالتالي حدود الفيدرالية محددة ونظامها الدستوري محدد والإجراءات. بدليل يعني احنا في انا اسميه احنا عجين واحد ولكن شنقة هنا وشنقة هناك. بدليل الآن مجلس الإقليم البرلمان الإقليم يراد له تمديد، وهذا ما لا يجوز قانونا ودستورا. وأيضا بالنسبة لنا على صعيد مجالس المحافظات جرى تمديدها، وبعد ذلك عولجت بالتجميد ولحد الآن لم تنجز. فالجو العام في العملية السياسية من قبل القوى النافذة هو جعل الاتفاق أساسا وجعل القانون والدستور ثانيا وليس هو الأساس. طيب. هذه العملية إذا لم تنقلب ونصحح الأسس الدستورية والقانونية شلون راح تترجم هذه سيادة النائب؟ هذه المسألة السياسة الحاكمة حتى على القوانين، إذا ما تم تحديد جلسة التصويت على الموازنة بعد هذه الإشكالات هل سيكون هنالك اكتمال للنصاب في جلسة البرلمان؟ يمكن تأمين هذا النصاب؟ هل راح نشهد مرور للقانون أم لربما هنالك يحدث العكس من ذلك وسيصوت على الموازنة بالأغلبية؟ سيد الكريم، أصولاً إذا عندنا نظام ديمقراطي يفترض نذهب إلى الأغلبية والأقلية، ولكن لحد الآن قوانا السياسية بشكل عام وعلى الأعم الأغلب لا تؤمن بهذه العملية. الكل يريد يشارك، الكل يعتقد بأنه مساهمته بالسلطة التنفيذية وأخذ الحصة الفلانية هي الأساس، وليس في ترسيخ نظام ديمقراطي حقيقي تحفظ فيه كرامات وحقوق كل الأطراف، أكان هو في السلطة أو في الحكومة أو كان معارضا. فبالتالي نحن تحت سقف واحد على أرض واحدة، تحت سقف دستور واحد، تحت قانون حاكم لنا جميعا، ولكن هذه النظرة لم تتحقق، لا زالت ضعف الثقة أو انعدامها في كثير من الأحيان سبب في مثل هذه الأزمات. وأنا من الذين قلت منذ سنوات حتى قبل أن أكون نائبا أن انعدام الثقة هو الأساس في عملية خلق المحاصصة والدفاع عن المحاصصة وعدم الالتزام بأي نص قانوني أو دستوري والذهاب إلى التوافقات، وهذا الحكم هو الذي سبب لنا هذه الأزمة. وإذا كان يعني هذه الثقة معدومة أو الإشكالات حاصلة، خلينا أسأل الأستاذ محمد الشبكي، يعني لما يكون هنالك مفاوض من الحزب الديمقراطي لما فوض سيد فؤاد حسين بكامل الصلاحيات للتفاوض مع جميع الأطراف المعنية بالقضية وقبالة هذا الإطار أيضا بحسب المصادر قدم السيد هادي العامري زعيما لهذه المفاوضات من جهة الإطار، هل من الممكن أن تفضي هذه المفاوضات إلى حلول ضمن الأطر القانونية والدستورية ولكن لا تغفل الاتفاقات السياسية؟ يعني خلينا نتحدث بالأطر الدستورية والقانونية. يعني أنا دائما أرجع إلى نقطة الأصل، يا عمي إقليم كردستان وين عندنا نفط؟ في 21 قدمنا طلب رسمي إلى الوهد الكردي المفاوض برئاسة السيد قوبات طالباني، تفضلوا انطونا الخارطة النفطية للمناطق التي يستخرج منها إقليم كردستان النفط. حقول كركوك. حقول كركوك وعين زالة بالموصل والقوش وشيخان وكلك في الموصل. أربيل وأربيل أربيل ودوك ما عندهم نفط. يعني تهب يعني ما أعرف يعني هاي مثل السياسة اللي
يهب ما لا يملك. يعني مش انا اشكر النائب يوسف الكلابي قبل يومين ثلاثه تحدث عن هاي الجزئيه. كلين بروسا ما يبي نفط، يعني تهب ما لا تملك. يعني هاي 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 نفط، ولهذا اللي ورد حسب ما انا شفته باحد التعديلات اللي كان على المادة 13 إنه منع إقليم كردستان أو وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، هو موظف عند الديمقراطي الكردستاني، منع حكومة إقليم كردستان من استخراج النفط من حقول الموصل وكركوك. يعني هاي الحقول تابعة للموصل، أنت بأي حق تأخذ النفط من عندي وتبيعه علي وتصدر وكذا وكذا وكذا؟ يعني أمس كان أكو تقرير لي معهد الشرق الأدنى اللي كان يتحدث عن تعثر المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والمركز والإقليم، إنه سوف تتعثر إمدادات الطاقة إلى إسرائيل. وواضح كان هذا الموضوع، التقارير اللي تحدث إنه نفط الإقليم يذهب إلى إسرائيل. أنا أتحدث في هذا الجانب، أيضا أتحدث في جانب آخر إنه يجب على الحكومة الاتحادية وضع اليد على كل المناطق اللي يتم استخراج النفط منها. يعني القرار المحكمة الاتحادية 59 كان واضح، اللي قبل 3-4 أشهر طلع، إنه تحدث بجزئية واضحة، المناطق التي يستخرج منها إقليم كردستان النفط، ما قال حقول الإقليم ولا قال المناطق المتنازع عليها. أنا يعني أتحدث عن الجزئية، وكأنه إحنا رايحين إلى إنه خلص هاي المناطق تابع للإقليم ويطلع نفط بكيفه ويصدر وكذا وكذا. ما هاي النفط المادة 111-112-115 ده يقول ملك كل الشعب العراقي، مو ملك حزب معين. أستاذ محمد، هذا الموضوع أيضا يحيلنا إلى حجم المناقلات اللي عملت عليها اللجنة القانونية. نعم. أو عفوا اللجنة المالية، هل حققت مفردة العدالة الاجتماعية بين المحافظات؟ أيضا موازنة المحافظات أصبحت يعني مضمحلة أمام موازنة الوزارات. يعني كان هو توجه الحكومة المركزية في السنوات السابقة ذاهب إلى قضية إعطاء صلاحيات المحافظات، ويعني تقريبا الذهاب إلى الصلاحيات غير المركزية وإعطاء صلاحيات المحافظات، وعندما تم تحويل بعض الدوائر مثلا البلديات والتربية والنفط عندما تم حالته وربطها بالمحافظ. لكن توجه الحكومة الحالية إنه هي تشدد صلاحيات الحكومة الاتحادية، لذلك كان هناك مشكلة. أنا أتحدث في هذا الصدد إنه نعم هناك يجب أن يتبع معايير الكثافة السكانية والمحرومية، يعني مو فقط المناطق اللي تعرضت إلى داعش هي اللي تعاني من المحرومية وانعدام الخدمات كذا، هناك مناطق في الوسط والجنوب تعاني لربما أكثر من مثلا صلاح الدين أو لربما الموصل. النقطة الثانية قضية المحافظات الأخرى عندها مشكلة في أنه ما يستطيعون يديرون هذه الأموال. يعني في 21 و 22 في 21 محافظة الناصرية أعادت 270 مليار إلى خزينة إلى الخزينة الاتحادية. يعني المشكلة مو بالتخصيص، أكو أموال لكن بسبب يعني النزاعات السياسية والمشاكل ما يستطيعون المحافظين. إذا نأشر وفق يعني مؤشرات وبيانات وزارة المالية، المحافظات اللي قدروا يصرفون كل موازنتهم هي محافظة الأنبار وكربلاء، وصل إلى 0%. يعني أنفقوا كافة الكامل الموازنة وبمشاريع يعني واضحة المعالم وكذا، وحقق التقدم الاقتصادي في محافظاتها. لكن المحافظات الأخرى تعاني من مشاكل سياسية، بعض المحافظات الوسط والجنوب. بعد هذا الاستقرار السياسي سيادة نائب سيد محمد عنوز، دكتور، هنا نلاحظ بأن الموازنة الثلاثية هل ستكون فرصة لتمرير المشاريع الاستثمارية على عكس ما يتفضل به السيد محمد الشبكي؟ كان هنالك استرجاع لموازنات ضخمة من المحافظات. إذا ما تحدثنا عن ثلاثية الموازنة، هل هنالك فرض للغة الأعداد النيابية حتى تمرر، أم أن هنالك خلافات لا زالت حول هذه الجزئية الثلاثية؟ سيد الكريم، موضوع السنوات الثلاث لموازنة 23-24-25 هي في حقيقة الأمر موازنة من حيث الأرقام لسنة واحدة، لأنه ليس من المعقول أن نضع نفس المبلغ ل 2024 ونحن لا نعرف ماذا سيؤول بأسعار النفط، ولا نعرف ماذا سيؤول المشاريع اللي قد تنجز وقد لا تنجز وكيف تدور الأموال. ولكن من حيث المبادئ والقواعد العامة التي جاءت في الموازنة ستبقى على الأغلب هي
ثابتة، ومع ذلك هناك ملاحظة مثبتة يعني بالقانون الموازنة بأنه لابد أن تعرض على المجلس مرة أخرى لعملية التدقيق وتسوية الأرقام. نحن لا نعول على أنها ثلاثية أو سنوية، نحن نتعامل مع واقع الحال وكيفية النظر لهذه الموازنة وللأرقام التي فيها. وبالتالي الآن إذا تسألني اللي أنا شخصيا أدعوهم إلى ضرورة الالتزام بقانون إدارة يعني المالية الاتحادي بطريقة أنه الموازنة تأتي في منتصف تشرين الأول من كل عام، فلنحترم القانون. والآن إحنا تقريبا هاي 5 أشهر أو أكثر راح يكون هو يتم الصرف على 1/12، فهذه النصف السنة القادمة إذا استمر على 1/12 وتكون هذه الموازنة سنة 2024 على الأقل نناقشها في وقتها المحدد ونبدأ مسيرة أنها كل عام تأتي حسب القانون. نحن دائما عندنا خرق لتجاوز على نص قانوني، تجاوز على قاعدة دستورية، تجاوز على كذا. فبالتالي أما أن نحترم النصوص وأما أن نذهب إلى الاتفاقات والتوافقات بين الأطراف السياسية، وكأنه الأمر إيرادات حكومية ولأطراف الحكومة التي تشكلها كتل معينة وليس إيرادات شعب، وبالتالي يجب أن ينصف في مختلف مناطق البلاد ومختلف الشرائح ومختلف التباينات التي يجب أن تعالج من هذه المحافظة. هذا التصور أنا بتقديري هو الذي يخلق لنا أزمات أنا أسميها بين قوسات أزمات مفتعلة لا تأخذ تطور البلد دفعة واحدة وبطريقة يعني عملية وعلمية في نفس الوقت، وإنما مناوشات أعطني هذه ولك هذه ونسكت على تلك وأنت أسكت على هذا الأمر. أنا أعتقد لا يبشر بخير للعراق، سيما 20 عاما مضت ونحن على ذات الدوامة. لا تمر سنة إذا موازنة وما فيها إشكال، لا تمر سنة إلا وأنه أما ما لا توجد موازنة وأما موازنة متأخرة. كفانا مثل هذه الأمور، وعلى القوى السياسية أن تدرك حقيقة إدارة البلد لا يجوز أن تستمر بهذه الطريقة. هذه تعدم ثقة المواطن بالدولة وهيبة الدولة وبقوانين الدولة، وبالتالي في نهاية المطاف في سيادة الدولة. من أبرز معالم السيادة الوطنية هي عملية الالتزام وتطبيق القوانين على إقليم البلد. أما أنه الحكومة هي بذاتها وبنفسها تخرق القوانين وتتجاوز وتطالب للأسف الشديد بالاستثناء من هذا النص واستثناء من ذلك النص. يا أخوان، أما الثروات هي للوطن وللشعب وأما هي الثروات لهذا الطرف أو ذاك. لا توجد مثل هذه الحالة التي عاش الشعب العراقي منذ 2003 لحد هذا اليوم تحت سقف يسمى دستور ويسمى ديمقراطية ويسمى إرادة شعب ويسمى سيادة شعب وسيادة قانون. شكرا جزيلا لحضرتك. نخرق كل شيء. السيد النائب الدكتور عدنان عنوز عضو اللجنة القانونية النيابية ضيفا كريما في الاستوديو أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لحضرتك أستاذ محمد الشبكي النائب السابق وعضو اللجنة المالية النيابية. ضيوفا أعزاء، ننتقل بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. حياكم الله مجددا. بهذا الملف راح نتحدث عن تقلبات الدينار العراقي والفجوة بينه وبين الدولار اللي كانت معركة مستمرة لابد أن تضع أوزارها، حيث عملت الحكومة على إيقاف استمرارية هذا التمدد بسطوة الدولار على الدينار بفرض التعامل بالعملة المحلية بدل عن التعامل بالورقة الخضراء. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. الحد من انغماس الدينار العراقي في لعنة ارتفاع الدولار يتطلب جهودا حثيثة وإجراءات صارمة للوقوف بوجه تمدد تجاوز العملة الأجنبية على العملة المحلية. فمن هذا المنطلق جاءت حكومة الخدمات مكملة لإجراءاتها السابقة في لجم الدولار الأمريكي، حيث فرضت التعامل بالعملة المحلية من خلال عدة قرارات وجهت إلى الذوات المعنية. يعني نعتقد أنها خطوة بالاتجاه الصحيح باعتبار أن هنالك اليوم بعض الجهات يعني في طبقات المجتمع العراقي وخصوصا طبقة التجار يعني يتعاملون بالعملات الصعبة ويفرضون على المواطن أيضا بالعملات الصعبة.
حقيقة عندما يكون هناك دافع لهؤلاء بالتعامل بالدينار العراقي فإنه يعطي حافزا كبيرا ومنعشا للاقتصاد العراقي. وبعد الإجراءات التي اتخذت من إعفاء وتغيير في البنك المركزي والمصرف العراقي التجاري، اليوم صار التوجه إلى فرض التعامل المحلي بالدينار العراقي لإنعاش اقتصاد البلد من خلال تقوية العملة المحلية لإنقاذ الدينار من سطوة الدولار وإعادة توازن اقتصاد البلد. الدينار العراقي العملة المحلية مهم جدا أن يعني يكون هنالك تداول، لكن المؤسف بأن كثرة التعامل بالدولار هو أضعف الدينار العراقي. العملة الوطنية هي لابد أن تكون هي السائدة، هي المسيطرة، هي الأقوى، وبالتالي تحافظ على قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. بالإضافة أنا أعتقد بأن خطة الحكومة بتخفيضه ممكن أن يساعد في تقليل أو تحديده ضمن 1320. يرى المراقبون والخبراء أن خطوات الحكومة الحالية تتجه نحو إصلاح اقتصادي متكامل كما جاءت الوعود في البرنامج الحكومي، الأمر الذي جعل القرارات تلاقي ترحيبا سياسيا وشعبيا للحفاظ على قوت المواطن من جهة وضبط العملة الأجنبية من جهة أخرى. نهى الشمري، الأيام. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحباب بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور عبد الرحمن المشهداني الأكاديمي والخبير الاقتصادي، حياكم الله دكتور ضيفا كريما، وكذلك رحب بالأستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي ضيوفا كرام في الاستوديو. أسهمت الإجراءات دكتور عبد الرحمن الحكومية في استقرار الأسواق المحلية بطريقة ملحوظة، كان هنالك حفاظ على قوة الدينار العراقي من متغيرات السوق إقليميا ودوليا. هذه الأزمة قرأها الكثير من الخبراء والمتابعين بأنها ستكون شبيهة بأزمة دول مجاورة انهارت عملاتها كتركيا ولبنان وسوريا وغيرها، لكن اليوم حكومة الخدمات اتخذت مجموعة إجراءات، كيف عززت هذه الإجراءات من تجاوز هذه الأزمة، سيما الإجراء الأخير أنه من منع التعامل بالدولار والإبقاء على التعامل بالعملة المحلية؟ شكرا جزيلا أستاذ، تحياتي لحضرتك وللأخ العزيز أستاذ مصطفى وللجمهور الكرام. يعني أنا الحقيقة راح أعلق على الجزء الأول وأتحفظ على الجزء الثاني، يعني تعليقي مختلف راح يكون. تتفضل. الحقيقة أولا العراق، يعني الدينار العراقي ليس مثل الدول الجوار وما حصل لعملات دول الجوار. عملات دول الجوار يمكن العقوبات الاقتصادية، الاضطرابات السياسية هي اللي أدت، وربما مقصود يعني، وأنا ميال إلى المقصود ربما أنه التخفيض اللي حصل في دول منتجة ومصدرة كان الهدف منها الأساسي أنه زيادة صادراتها للحصول على عملات أجنبية. العراق وضع مختلف تماما، إحنا نرتبط بالأسواق العالمية لأنه مصدر العملة مصدر وحيد اللي هو عن طريق النفط وصادرات النفط، ومصدر الإنفاق أيضا باتجاه الخارج، يعني المصدرين هنا باتجاه الخارج، احنا نصدر نفط للخارج حتى نحصل على الدولار، ونصدر الدولار إلى الخارج حتى نجلب احتياجاتنا من السلع، وحتى الخدمات بدينا نستوردها اللي تقريبا نحتاج إلى 80% أو 90% من احتياجاتنا من حاجة السوق المحلية هي مستوردة، وبالتالي عملية الارتباط بالخارج. الإجراءات الحكومية صحيح كان لها تأثير وتأثير فاعل، إجراءات البنك المركزي، إجراءات الحكومة، لكن لحد هذه اللحظة لم يحصل هذا التوازن. كنا نتوقع أنه بتطبيق المنصة الإلكترونية والسماح للتجار الصغار بالدخول إلى المنصة أنه راح يسهم بتقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق، لكن اللي حصل لحد هذه اللحظة لم يحصل هذا التوازن أو الاقتراب من السعر الصرف الرسمي، أيضا بفعل الإجراءات الحكومية، وهنا أنا أقصد بها إجراءات البنك المركزي، إجراءات المصارف ربما تكون، عدم رغبة التجار في دخول إلى المنصة الإلكترونية لحد هذه اللحظة، ما حسمنا أمر الضريبة والمنافذ الحدودية والفساد اللي مستشري في بعض الأحيان، تأخر الحوالات، دفع التجار إلى اللجوء إلى السوق والشراء من السوق لتمويل احتياجاتهم، فخلى الطلب عالي على الدولار. الإجراء الأخير أعتقد أنه كان متقدم قليلا، إحنا شو وقت يكون الدينار هو عملة يعني معتد بيها، يعني طبعا عملتي وأنا اعتز بيها وأنا رافض تماما لكل الأفكار اللي كانت تدعو إلى توزيع جزء من الراتب بالدولار، لكن هذا يتعزز من خلال
إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لما تكون عندي صناعة وطنية، لما تكون عندي زراعة وهذه ساهم بالإنتاج المحلي وسد جزء حاجة السوق المحلي، أنا ما أحتاج بعد للدولار حتى أستورد. الأمر الآخر التقلبات الشديدة اللي حصلت في سعر الصرف تدفع الكثير من الأفراد أنه يحتفظون بك مخزن للقيمة. طيب. يعني أشيل لي ورقة، هذه الورقة ورقة واحدة $100 تعادل 130 أو 145، تعادل 6 أوراق من 25، تعادل 3 أوراق من 50، تعادل 15 ورقة أو 14 ورقة من 10، فبالتالي أيضا هذه من الناحية محسوبة. نعم. فهذه العوامل. طيب. يعني كثير منها يعني بها أكثر من علامة. نعم. الأمر الأهم من هذا أنه ما هو السند القانوني حتى وزارة الداخلية تدعو أو مجموعة مديرية الجريمة المنظمة تقول أنه سجن 5 سنوات؟ لا يوجد نص قانوني. ارجعوا إلى الأمر 43 وهو نافذ في لعام 2004، هناك المادة 7 تشير إلى حرية المتعاقدين. متعاقدين ما أشار لا إلى تجارة ولا إلى زراعة ولا إلى صناعة، المتعاقدين أنا وياك متعاقدين على عمل ما، أن يكون التسديد بالدينار العراقي ويجوز لهم اختيار أي عملة أخرى مقبولة، وحتى قانون البنك المركزي لم يمنع التعامل بالعملات الأجنبية. نعم. طيب. واحدة من هذه الجزئيات اللي طرحتها حضرتك خلينا نقلها للأستاذ مصطفى حنتوش. نتحدث أستاذ مصطفى عن التسهيلات اللي منحت لكبار التجار ومن هم بحاجة للدولار لأغراض الاستيراد، هل راح تغني عن الممرات الضيقة للحصول على الدولار في السوق الموازي اللي يودينا لمسالك بها إجراءات قانونية وإن كان ليس فيها سند قانوني كما أشار الدكتور؟ لا ترى حضرتك، ونرحب أستاذنا دكتور عبد الرحمن المحترم، ونرحب حقا مشاهدي قناتكم الأعزاء. حياك الله. الحكومة العراقية هي في صدد فتح أفق لبيع الدولار. هذا الأفق لبيع الدولار مثل ما تفضل الدكتور، هو كنا يعني كانت المنصة منصة فلتر في البداية كثير من التجار خارجها. لما بدأت التجار يعني التجار الكبار يقلمون التجار الصغار وبدأت تأتي فاتورات إنفويس، الآن أكو نجاح بالمنصة، يعني الباحة كان مبيعات 250 مليون دولار. فبالتالي هاي المبيعات هي صح مو نهائية، وبعدها هولد يصير عملية فراغ، يعني بعدها مو كلها تنقبض، لكن هذه المبيعات ورقم كبير، معناته أنه أكو تاجر أتقدم. فهنا معناته أنه التاجر الثقف جيد، إذا ثقافة التاجر انعكست لفترة وصلنا بالدولار 135 138 137، لكن هاي الثقافة التاجر ليش الآن رجعت سببت فرق بالسوق الموازي؟ السبب الأساسي أنه صارت أكو إجراءات غسيل أموال في المنطقة، كانت الماستر كارد هاي تعبى هنا تصل إلى 3000 دولار، التعبئة الواحدة يعني باليوم يقدر يسحب منها من وحدة 3000 دولار، يعني إذا تاجر عنده هناك فد 10، عنده في الشركة فد 50 يقدر يسحب مبلغ، كان كلام عن 20-25 مليون دولار عبى بسعر رسمي ويسحب. مباشرة صارت هذه الحلقة دخلت على الخط أنه صار استحب 300 دولار باليوم من بطاقة 300 دولار، وتمت فرض إجراءات. فبالتالي صار أكو فرق عند بعض التجار خصوصا في الإمارات وغيرها، رجع الطلب على السوق الموازي. الآن الحكومة رجعت الطلب بزيادة برغم ده نبيع بنك مركزي ده يبيع، لكن السحوبات أصبحت اللي هي بسوق الموازي أيضا كبيرة. الحل الحكومة متجهة إلى أكثر من حل، أعتقد ما راح تكون بعيدة. الحل الأول هو نقاط الدفع الإلكترونية BOC، يعني هذه النظام الإلكتروني 1.6، إحنا غدا إن شاء الله في 1.6 حسب قرار رئيس الوزراء راح يبدأ التعامل الإلكتروني في جميع دوائر الدولة والمنظمات، يعني ماكو بعد مرور ما مرور كلها تروح لها، أنت لازم من مسؤولية الدائرة تحط لها جهاز دفع إلكتروني، متى تدفع كاش تدفع إلكتروني. زين هذا إيش راح يسبب؟ انت ممكن تعبي رصيدك تعبيه بالدينار، ممكن باكر عقبه على الدفع الالكتروني نخلي المواطن يشتري دولار مثلا 2000 دولار. طيب. ويشتري بالعمليه، هو نفسه يقدر ياخذ العراقي بعدين يروح يسوي عمليه تحويل بهذا التاجر او هذه الدوله او هذه الشركه تقدر تسوي بها عمليه. فهذا حل. حل الثاني، احنا قدمت لنا موازنه حقيقه كبيره، يعني فبالنتيجه احنا ما عندنا دولار، الدوله خزائن الدوله بالدولار، محتاجين قرابة بعد تخفيض قرابة 180 تريليون، ما عندنا هذه كتلة النقدية، كتلة النقدية تصل 90 تريليون، فبالتالي قد تلجأ الحكومة لدفع بعض مستحقات المقبول رواتب، اتفق تماما مع قال الدكتور عبد الرحمن، الرواتب إذا اندفعت معناتها حتسوي أنت شنو؟ حتسوي سوق، حتسوي عملة موازية يطلبها من عندك السوق وأنت ما تملك هاي العملة، إنما بعض مستحقات المقاولين، بعض المشاريع ما ندفعها بالدينار ندفعها بالدولار، هنا حنزيد العرض بالسوق مالت الدولار، قد ينخفض إلى السعر الرسمي
بعد قرار الموازنة. الحلول ليس ببعيدة، الدينار هو العملة الحقية وقوي جدا، الدينار معادل ب 115 مليار دولار. نعم. لا علينا عقوبات ولا شيء، إنما موضوع عرض، عرضوا بعض الإجراءات، عرض الدولار، مجرد الحكومة السيطرة على العرض هذا أعتقد الأزمة حتنتهي وحيرجع السعر الدولار للسعر الرسمي ليس بالبعيد. طيب بالتقادم الزمني دكتور عبد الرحمن، هل راح نحتاج إلى خطة تقوم على مبدأ التحول من الإجراء الأمني إلى التوعية والتثقيف بأهمية اقتصار التعامل على العملة الوطنية باعتبارها أنها تؤدي إلى الحفاظ على قوة العملة؟ يعني هو هذا المفروض تسبق الإجراءات الأمنية، ونعتقد أنه كانت مديرية الجريمة الاقتصادية كانت الخطوة الأولى إلها إيجابية، وأنا أشدت بهذه الخطوة لما تحركت على مجموعة من التجار المفرد، تجار الجملة، وقعت تعهدات، وانا اعتقد انه هذا التعهد هو يعني تقليد تتبع كثير من الدول في الازمات، انه يصير اتفاق بين الطرفين على البيع بالدينار العراقي والتعامل بالدينار العراقي. لكن تصعيد هذا الاجراء انا اعتقد انه مو صحيح، كان المفروض انه ننتظر، لانه حتما الاجراءات الامنيه بالعراق حتما تكون نتائجها عكسيه، حتما تكون نتائجها عكسيه. نحتاج ان نهيئ اول مره هذه الثقافه اللي تحدثت عنها، محتاجينها، نحتاج انه نعزز ثقافه الافراد اللي تحدث عنهم دكتور مصطفى الان بالجهاز المصرفي. يعني احنا اكو حلقه مفقوده من التسعين بالضبط، من 1990 من العقوبات، عندما كانت ودائع الناس موجوده بالمصارف العراقيه وكانت تمثل ثروه، اللي 5000 دينار وال 2000 دينار وال 1000 دينار كانت ثروه بالتسعين. بعد ايام من وراء ما اوقفوا سحوبات هذه الودائع، يمكن وراها باشهر قليله اصبحت عديمه القيمه، يعني ال 5000 وال 10000 وال 50000 ما عادت لها قيمه. طيب. اذا ما قارنا بين هذه القيمه وفي الوقت الحالي، هاي الاجراءات هل راح تسبب شحه الدولار في السوق ام انها راح تخفي فقط عن التعاملات في الاسواق باعتبار ان المشكله في العمله الوطنيه؟ لا، هو شوف التعامل بالدولار راح يبقى، يعني اولا المكاتب الصارفه منتشره، والبنوك المركزيه طبعا لها حصه من المبيعات اليوميه اللي يبيعها البنك المركزي. نعم. وايضا نفس الشيء بالنسبه للمصارف اللي تتعامل مع البنك المركزي مع النافذه. اللي راح يحصل انه راح تختفي يعني البيع الرسمي، وراح يكون البيع بالظل، راح يخلق لنا سوق سوداء. شوف احنا قبل نتحدث عن السوق الموازي. السوق الموازي اللي هو البيع والشراء بشكل يومي من مكاتب الصرفه، هذا السوق موازي. طيب. الان راح نخلق سوق سوداء. السوق السوداء طبعا راح يرتفع اكثر مما هو لا بالموازي ولا بالسوق الرسمي. طيب. استاذ مصطفى، يعني مع ايجابيه هذا القرار والمواطن تلمس نتائجه، لكن يشير الدكتور عبد الرحمن مشدان الى بعض الاشكالات، هل لكن هنالك ايضا هذه مؤشرات تم تسجيلها، هل الاجراءات راح تسبب ارباك في المشهد الاقتصادي وشنو الحل؟ لا، هي سببت ارباك، هاي سببت ازمه تداول. احنا عندنا ازمه سيوله، اكو طلب بالسوق الموازي على الدولار اكثر من العرض اللي يوصل للسوق، هاي ازمه سيوله هي احنا بدنا نحاول الدوله تحلها. هاي الاجراءات اللي هي صار اكثر من مره تدخل للسوق بسبب ان ازمه تداول، سببت انه السيوله الان بدها تتوفر، البنك المركزي بدا يبيع، لكن تداول ماكو، فالمواطن يبقى ما يوصل للدولار، او التاجر او اللي يريده يستخدمه او المريض او ما يوصل للدولار فيشتري باعلى. فهي احنا سببت لنا اجراءات الامنيه، القبضه الامنيه، ازمه السيوله، بالاضافه لازمه التداول. تعال حل ازمه السيوله، سو بالثقه مرتلخ، خليهم يشتغلون، يلا تحل ازمه السيوله. الامن والاقتصاد ما يشتغلن سويه، يعني انا اذا اكو جريمه على راسي، لكن انت تقول لي شخص مشتري حاجه بفلوس، ايش لك علاقه بيه انت؟ هو سعره ايش بده يصير بعمليه الدوله ما قاعد تعرض دولار، احنا طبيعه الدولار عندنا مركزي، الدوله قاعد تعرض بكميات ما تناسب السوق، هسه يصير تهريب وحوقف التهريب، يصير عمليات غسيل اموال وحوقفها، لكن انت تيجي على واحد يبيع سياره شلون تبيع بالدولار؟ ايش لك علاقه؟ هذا مو شغلك، هذا شغل اقتصاد، هذا سوق حر يا جماعه، انتم لا تجيبون القبضه الامنيه تحاولون تحطوها بالاقتصاد، عقل احنا نحل مشاكله، تحل مشاكله، اكو خبراء، اكو دوله، اكو لجان مركزيه اقتصاديه تحل مشاكله. احنا مقبلين على شكل اخر من الاقتصاد. الان انا اعتقد بعد موازنه 2023 انه كتله 180 تريليون، هذا المبلغ الدينار الدوله العراقيه شلون راح تجمعه وتقدر تصرفه من جديد وتبني به الدوله بدون ما تسوي تضخم بعد التحدي.
إذا طبعت الدولة كميات كبيرة جدا راح يصير تضخم حتى لو رصدنا الدولار، اكو نسب محدده من الطبع. اذا احنا محتاجين الدينار، تفضل بدكتور عبد الرحمن. نعم. الدينار العراقي محتاجين نجذبه على شكل ودائع. يجب ان تبدا سياسه بين البنك المركزي وبين المصارف مبنيه على شنو؟ على الثقه والمسامحه والدعم. يعني مثلا البنك المركزي لازم يدعم المصارف، قله عقوبات اللي خطا بالسابق وفرض عليه غرامه مثلا يحذفها اذا تجاوزها. حتى شو تسوي المصارف؟ تتجه محلو المواطن، تفرض عليه نفس الشيء، تعامله تتعامل الان المصارف في اي تعامل تخاف من المواطن، يقول لك خاف يفرض عليه عقوبات البنك المركزي، لا انا اطمن المصارف. نعم. اقلل العقوبات، تتجه نحو المواطن تسحب منه دينار، امول الموازنه من دون تضخم. هذا التحدي كبير. نعم. اذا طبعنا حس التضخم، لكن اذا خلينا المصارف تجيب عمله تعطي الدوله، الدوله تصرفها دينار، هنا لا قدرنا شنو؟ قدرنا. نعم. ندير الدوله نصرف موازنه ضخمه من دون تضخم. فالتحدي. نعم. القادم هو مصرفي. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، وشكر كثير حضرتك دكتور عبد الرحمن المشداني الأكاديمي والخبير الاقتصادي، أثريتما الحوار في هذا الملف، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.